أمر ملكي بتقديم اختبارات نهاية العام الدراسي إلى قبل شهر رمضان، وتعيين الدكتور عبد الرحمن العاصمي نائبا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور محمد العوهلي مديرا لجامعة الملك فيصل. أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة 56 من طلاب جامعة الملك سعود، ويرعى حفل تخريج الدفعة 61 من طلاب جامعة الإمام محمد بن سعود. وزارة التعليم توقع 3 اتفاقيات لتطوير المراكز العلمية المملوكة لها مع مصرف الإنماء وشركة الاتصالات السعودية وهيئة الطيران المدني. وزير التعليم يرعى افتتاح المؤتمر الخامس لتعليم وتعلم الرياضيات، ويعتمد التقويم الدراسي الجديد لبقية العام الدراسي. كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية تفوز بجائزة أفضل جهة قرآنية على مستوى العالم. بدء التسجيل في مدرسة الرياض الافتراضية لأبناء المبتعثين في بريطانيا.